اليوم الثوار محصورين ببغداد وعليهم قمع من جميع الجهات. اليوم على الحكومة المركزية أن تفرج عن جميع المعتقلين من الثوار بحموم العراق. كافي، العالم طلعت بكل سلمية، واجهتوها برصاص وجاي يحذركم ومحاصرينه، وعدنا من اخواتنا ثوار الناصرية محصورين وكبيهم مصوبين. الكم منا الباكر، بعد باكر الناصرية كلها تحتضن ثوارنا اخواتنا وعزة علينا، وما نضحي بأي واحد. وراح نتحول إذا ما طلعوا اخواتنا، راح نتحول الاعتصام مالتنا والتصعيد مالتنا على الدولي. وهي رسالة للحكومة المركزية، وبتعرف شنو اسم الناصري.